محطة الفضاء الدولية أضخم مشروع فضائي عرفته البشرية حتى الآن. تقف في السماء بعيدة عنا، ولكن قريبة من الأرض كنجم ساطع يدور حولها. ورغم أنها تتسع فقط لتسعة رواد كحد أقصى، إلا أنها تعد من أغرب مختبرات البشرية. من خلالها نتعرف على أرضنا أكثر، على أجسامنا ونفسياتنا، وندفع بالعلوم إلى حدها الأقصى. اليوم هو 20 نوفمبر عام 1998، وأنظار العالم كلها متجهة نحو روسيا، وفي 10 ثواني بينطلق صاروخ بروتون نحو الفضاء حاملا المقصورة زاريا. هالمقصورة تحمل وياها أنظمة حق الطاقة الكهربائية والاتصال، لكنها تفتقد إلى أي أنظمة داعمة للحياة. إنها بداية محطة الفضاء الدولية، بس بعد أسبوعين تنطلق مقصورة ثانية من أمريكا اسمها يونيتي. هذه بتكون على متن مكوك الفضائي إنديفر علشان تكمل أجزاء المحطة. يونيتي حملت معاها كيبلات طاقة الكهربائية ونقل بيانات وأنابيب الهواء والماء ليبدأ الإنسان قصة جديدة مع غزو الفضاء. في عام 2000 صارت محطة الفضاء الدولية جاهزة للسكن مع تركيب المقصورة زفيدا. هاي المقصورة احتوت على المساحات المخصصة لنوم الرواد والمطبخ وآلات تزويد المحطة بالأكسجين وآلات التمارين الرياضية ونظام الاتصال المرئي والصوتي. في ذات العام وصلت أول دفعة من رواد الفضاء إلى المحطة على متن مركبة سويز الروسية. ومن هاك الوقت ول 15 سنة متواصلة ما تزال المحطة الدولية تعمل وتدور حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر وتعمل بكفاءة عالية جداً. محطة الفضاء الدولية ليست مجرد مركبة أو آلة كبيرة في الفضاء، بل هي مشروع تكنولوجي فريد اشتركت فيه 15 دولة ووكالات فضاء من أمريكا وكندا واليابان وروسيا وغيرهم. استثمرت فيها أموال هائلة وجهود كبيرة، ورواد الفضاء اللي زاروا المحطة اشتغلوا في الفضاء الخارجي أكثر من 1000 ساعة لبنائها، هذا من غير سنوات البحث والتجارب على سطح الأرض. أنتم متخيلين عن شو قاعد نتكلم؟ عن مختبر بحجم ملعب كرة قدم تقريباً، يدور حول الكرة الأرضية مرة كل 90 دقيقة، يعني 16 مرة في اليوم، بسرعة تصل إلى 27,600 كيلومتر في الساعة. أنتم متخيلين الإنسان شو صنع؟ ولكن خلونا شوي نرجع بالزمن للوراء ونتكلم عن أيام الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان، ونحاول نفهم كيف استطاع الإنسان بناء هذا المشروع الهائل. عام 1969 ألحق الأمريكان بالاتحاد السوفيتي هزيمة ساحقة لما هبط نيل أرمسترونغ على سطح القمر. لذلك عزم الروس على رد اعتبارهم، ولكن من دون الهبوط على القمر. فشو سووا؟ قرروا إرسال أول رائد فضاء ليمكث خارج الأرض لأطول مدة ممكنة. ولهذا أطلق الاتحاد السوفيتي عام 1971 ما يعتبر أول محطة فضاء اسمها ساليوت 1، اللي استقبلت 3 من رواد الفضاء عاشوا فيها ل23 يوم. تصوروا، وفي هذه المدة اختبر العلماء لأول مرة تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان لمدة طويلة. هذا الإنجاز الروسي أثار الأمريكان، فسارعت ناسا إلى إطلاق محطتها الفضائية سكاي لاب في محاولة للتغلب على الرقم القياسي الروسي لأطول مدة بقاء في الفضاء. سكاي لاب استوعبت 3 أدوات فضاء، ولكن وزنها كان يتجاوز 68 طن. حد يقول طيب شو الأهمية في هالكلام؟ السيارة الصغيرة وزنها 1.5 طن، يعني هالمحطة كانت بوزن 45 سيارة في الفضاء يا جماعة، في الفضاء وفي السبعينات. عموما هالبرنامج أو هالمحطة استمرت لمدة 6 سنوات، لكن المدة المأهولة فيها كانت فقط 83 يوم. العلماء أرادوا في هالمهمة التعمق في دراسة تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان، ولكن علشان يحققون ذلك كانوا يحتاجون إلى نظام اتصال فعال لإرسال واستقبال المعلومات والبيانات من وإلى المحطة. فظهرت المشكلة، كيف راح تبقى المحطة على اتصال مستمر بالأرض لما تتجاوز أمريكا الشمالية وتصل إلى نقاط فوق الأرض بعيدة جدا عن مكان انطلاقها؟
لهذا الغرض استخدم المهندسون شبكة مكونة من 20 محطة تسمى الشبكة الفضائية لتتبع البيانات، وكانت شبكة معدلة من تلك التي استخدمتها ناسا في برامجها السابقة مثل أبولو. السباق المتسارع في تكنولوجيا الفضاء ما بين العملاقين أمريكا والاتحاد السوفيتي انتهى عام 1975 لما أعلنوا عن توحيد الجهود والعمل على بناء أول محطة فضاء مشتركة، فانطلقت محطة أبولو الأمريكية وسويز الروسية لتلتقيان في الفضاء ويعلنان عن انطلاق برنامج فضاء دولي مشترك. محطة أبولو سويز كانت مكونة من مقصورتين فقط، والخطوة التالية كانت بناء محطة فيها 10 إلى 15 مقصورة، يعني لازم يبنون المحطة كلها في الفضاء. تصور أنك تبني بيت في الفضاء، بادر الروس ببناء محطة مير الفضائية وظلوا يبنون فيها من عام 1986 لين عام 1996. يا جماعة الموضوع ترى مش بسيط أبدا. تصوروا هالبناء الضخم كله صار في الفضاء في مكان معدوم الجاذبية. في هالمرحلة المهندسين والعلماء فهموا كيف يتعاملون مع كثير من تحديات البناء في الفضاء، وصاروا الآن جاهزين للمرحلة القادمة ألا وهي بناء أكبر هيكل فضائي عرفته البشرية. في محطة الفضاء الدولية مختبرات ومقصورات مثل البيوت الصغيرة لرواد الفضاء علشان يستخدمونها للنوم والأكل والتمرين. كل هذه الأجزاء ترتبط ببعضها بمقصورات أصغر تسمى نودز أو عقد. أما على جانبي المحطة فتوجد ألواح معدنية تحمل خلايا الطاقة الشمسية علشان تمد المحطة بالطاقة. هالدعامات طولها تقريباً 70 متر وتبلغ المساحة الكلية للخلايا الشمسية 400 متر مربع. حد يقول طيب شو هالكلام؟ شو الفائدة منه؟ بقولكم شيء، هالخلايا الشمسية تولد تقريباً ما 80 كيلووات. هالثمانين كيلووات تكفي لسد احتياجات 40 بيت على الأرض. أولى التحديات اللي واجهت المحطة هي الجاذبية، فكيف ممكن أنها تدور على ارتفاع منخفض من الأرض وبهذا الحجم الهائل وبدون أن تسقط؟ العلماء يقولون بسيطة، طوروا أنظمة دفع تخلي المحطة تدور بسرعة عالية جداً. هاي السرعة تسمى السرعة المدارية، مثل مسابقة جدار الموت المعروفة بـ Wall of Death اللي يستخدمون فيها الدراجات النارية. شوفوا كيف الدراجة تبقى ثابتة رغم أنها تدور على جدار مستقيم مش مايل. هناك تفسير علمي طبعاً لهذه العملية، تقدرون تبحثون في الإنترنت عن The Science Behind the Wall of Death وبتلقون تفاصيل أوضح. الوضع مع محطة الفضاء الدولية مختلف طبعاً، عشان فقط ما يسعون علينا الفيزيائيين وعلماء الفضاء، لكن حبيت أني أقرب لكم مفهوم استخدام السرعة العالية للتغلب أحياناً على مشكلات الجاذبية. ومن التحديات أيضاً اللي كان على المهندسين تجاوزها هي توفير مقومات الحياة على المحطة من ماء وهواء، لذلك تتم إعادة استخدام 94% من الماء المستهلك في داخل المحطة. فالمحطة فيها أجهزة تصفي الماء المستخرج من رطوبة أجسام وأنفاس رواد الفضاء، وأيضاً من ماء دورات المياه. هالمياه المكررة والمصفاة لا تستخدم فقط للشرب بل أيضاً في التنفس، فالماء يمر في حاويات خاصة فيها تيارات كهربائية تفككه إلى ذراته الأساسية الأكسجين والهيدروجين، ومن ثم تفصل الأكسجين لوحده وتقوم بتوجيهه نحو أنظمة التنفس في داخل المحطة. تعرفون كم إنسان في العالم ما يملك مصادر مياه نظيفة؟ 783 مليون إنسان، وفي كل عام يموت 6 ملايين إنسان من أمراض لها علاقة بالمياه الملوثة. تصوروا الآن مع تطوير العلماء في المحطة لتقنيات تصفية ومعالجة المياه، كم إنسان بيستفيد من هالتقنيات في المستقبل؟ تعرفون الـ MRI؟ هذا هو الجهاز، أكيد شفتوه من قبل. هذا الجهاز يأخذ مساحات كبيرة في داخل المستشفيات. في المحطة الدولية قاموا بتصغيره
وسووا شيء سموه ميني ام ار اي، جهاز صغير جدا مثل ما انتم شايفين. هذا الجهاز يستخدمونه لفحص كثافه عظام رواد الفضاء، لان رائد الفضاء يخسر كثير من كثافه عظامه ويتعرض لمشكلات وامراض الهشاشه في العظام اكثر بعشر مرات من الناس الموجودين في الارض، ولذلك تستخدم هذه الاجهزه. في شيء اخر جميل جدا في المحطه ايضا، من كثر ابحاثهم على العظام اليوم اكثر الادويه اللي نستخدمها حق امراض الهشاشه في العظام اتت من هذه الابحاث. طيب هذا كله شو الفائده منه؟ هذا الجهاز قريبا بيكون في داخل سيارات الاسعاف، وبيحطونه في المناطق البعيده النائيه اللي ما يقدرون يبنون فيها مراكز كامله حق الام ار اي العادي. توصف محطه الفضاء الدوليه بانها افضل مراقب للارض، وهذا صحيح، لأن دورانها حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر أعطى رواد الفضاء إطلالة رائعة للكوكب لا يمكن الحصول عليها من أي مكان آخر. تراقب المحطة جو الأرض ونظامها البيئي من غابات ومحيطات وصحاري من خلال أنظمة استشعار ورؤية فائقة الدقة. كذلك رواد الفضاء يستخدمون الكاميرات الرقمية لالتقاط صور دقيقة ورائعة للأرض، تساعد هذه الصور في فهم الأحداث الطبيعية مثل ثوران البراكين والزلازل وغيرها. طيب شو الفائدة إلنا إحنا كبشر من مراقبة رواد الفضاء للأرض؟ البيانات اللي تم جمعها عن طريق أنظمة الاستشعار والتصوير اللي في المحطة ساعدت في تحديد دقيق جدا ما تتصورون إلى أي درجة لحجم الكوارث البيئية من زلازل وأمواج وتسونامي وغيرها. هذا بدوره ساعد الحكومات في الدول المتضررة على توفير استجابة أفضل للمناطق المنكوبة. من انطلاق المحطة وحتى اليوم تم استكمال أكثر من 160 مشروع وبحث في كثير من المجالات، منها العلوم الفيزيائية وعلوم الأحياء، ومنها أيضا تم إجراء بحث حول تكون البروتينات في داخل الجسم. هذا الشيء ساهم في صناعة أدوية جديدة ذات أعراض جانبية أخف عن قبل بكثير. أهداف محطة الفضاء الدولية تغيرت على مدى السنوات في مجال الأبحاث والاختبارات، ولكن هدف واحد لم يتغير على مدى 15 سنة، وهو التأسيس للمرحلة القادمة من استكشاف الفضاء. تتركز دراسة العلماء في هذا المجال على أمرين. الأول هو دراسة تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان لفترات طويلة قد تصل لأشهر أو سنوات. ترى يا جماعة هذا الإنسان يعاني في الفضاء مش فقط جسديا حتى نفسيا، ولذلك لابد أنهم يدرسون حالته ويفهمونها قبل أن ينطلقون في عمق الفضاء. شيء ثاني هو تطوير تكنولوجيا الفضاء لتلائم الرحلات الطويلة جدا، يعني المفروض أن في هالرحلات يكون في أنظمة لدعم الحياة من هواء وماء وغذاء، لأن الرحلة إلى المريخ تستغرق تقريبا 3 أعوام رايح جاي. كيف راح يعيشون هالناس في هذا الوقت؟ ربما، وإحنا نقول ربما، تساعد المحطة الدولية في توفير ليس فقط إجابات ولكن أيضا تقنيات تحفظ حياة الرواد. ومن أغرب الدراسات على تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان لفترات طويلة في الفضاء تجربة التوأم. يمكن سمعتوا عن رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي اللي قضى سنة كاملة في الفضاء. سكوت له أخ توأم اسمه مارك. قامت ناسا بدراسة كل شيء عن الأخوين قبل بدء مهمة كيلي، فدرسوا التركيبة الجينية والجسدية والنفسية، والآن لما عاد كيلي بدأوا يدرسون هو وأخوه مرة ثانية علشان يشوفون هل التغيرات الجسمية والسلوكية اللي طرأت على كيلي هل طرأت على أخوه أيضا أم لا؟ الدراسة بتستمر لعام كامل علشان يفهمون العلاقة بين التوائم. محطة الفضاء الدولية كلفت منذ بدء العمل بها وحتى الآن، يعني تقريبا في 18 سنة، 150 مليار دولار. وايد صح؟ طيب لو أقولكم أن صرف الدول على التسلح في العام الواحد يبلغ تريليون دولار أو 1000 مليار، يعني طيب احنا ما نقول هذا الشيء غير مهم، بالعكس مهم جدا، لكن بعد علينا ألا نقلل من أهمية الأبحاث العلمية. ليش؟ لأن هالأبحاث هي اللي خلتنا نتواصل مع من نحب بالصوت والصورة، هي اللي خلتنا نعالج الأمراض الخبيثة، هي اللي خلتنا نسافر في ساعات قليلة. هذه المحطة هي عبارة عن مركز الأبحاث، لكن وين؟ في الفضاء يدور حول الأرض. ميزتها
أنها تقول للإنسان أنك قادر على التغلب على المستحيل. لحظة الكشف البعيد.